تقع ولاية كيرالا على الساحل الجنوبي لشبه القارة الهندية. طبيعتها المتنوعة بتميزها عن باقي الولايات بالهند. فيها الأشجار، الغابات الاستوائية، جبال، القنوات المائية والأنهار، كما بتطل على المحيط الهندي. خلال رحلة سياحية مدتها 9 أيام قدرت أني زور معظم المناطق المهمة بكيرالا، ورح أخدكم معي بجولة ابتدت من كوشن، مونار، تيكادي، كوماراكوم، آليبي، وانتهت بكوفالام وتيروفانانتابورام المعروفة بتريفاندروم عاصمة كيرالا. كوشن هي مجموعة من الجزر المعروف عنها إنها ملكة بحر العرب، وبتشكل واحد من أرقى الموانئ الطبيعية بالعالم. بيعود تاريخ كوشن لأيام الإمبراطورية الرومانية، وقتها كانت التجارة مزدهرة بين روما والهند. نزل فيها الرحالي والتاجر البرتغالي فاسكو دي جاما، وصارت ذات أهمية كبيرة وقت وصل لها البرتغاليين، الهولنديين والإنجليز يلي واجهوا عدة معارك لترسيخ نفسهم بهالمينا التجاري المهم. اليوم كوتشي هي عاصمة تجارية وصناعية بولاية كيرالا، فيها العديد من الآثار الدينية والتاريخية يلي خلتها من أهم المواقع السياحية. يعد القصر الهولندي واحد من أقدم المباني بكوشن، بناه البرتغاليين على الطراز الشرقي ووهبوه لحكام البلد بمنتصف القرن 16. من بعدها قام الهولنديين بتجديده، ومن وقتها صار معروف بالقصر الهولندي. توج معظم الحكام بهالقصر يلي بيحتوي على معرض صور لملوك كوتشي. كنيسة القديس فرانسيس هي أقدم كنيسة بناها الأوروبيين بالهند عام 1503. تم دفن الرحالة فاسكو دي جاما فيها، وبعد فترة نقلت بقية للبرتغال. شهدت مختلف الغزوات الأوروبية، وامتلكها الهولنديين بعد ما غزوا كوشن عام 1663 وتنازلوا عنها عام 1804 للكنيسة الأنجليكية. بتضم كوشن جماعة يهودية كبيرة طبعت سماتها بالحضارة الهندية. كان اليهود يساعدوا الراجا بحروبه ضد الإمارات المجاورة. من المواقع البارزة يلي بتعكس تراث الجالية اليهودية بالهند، المعبد اليهودي يلي يعتبر أقدم كنيس بالهند تم تزيينه بثريات بلجيكية وبلاط صيني، كما بيحتوي على مخطوطات عملاقة من العهد القديم، بالإضافة للشارع اليهودي يلي بتنباع فيه الحرفيات القديمة، الأواني الفخارية، النحاس والمجوهرات، وبآخر الشارع تنوجد المقبرة اليهودية القديمة. تمتد شباك الصيد الصينية على طول شط كوشن، وتعتبر من أهم الوجهات السياحية بالمنطقة. أدخل الصينيين هشباك قبل سنة 1400، بس العرب أجبرون على إخلاء المنطقة لحين مجيء البرتغاليين يلي أعادوا هشباك لكوشن. صحيح أنه فكرة هشباك عمرها قرون، بس بعدها بتقوم بعملها وبتشكل مصدر رزق لصيادين كتار. الصينيين، البرتغاليين والعرب اجوا فلوا، بس شباك الصيد الصينية بعدها بتنزل وبتطلع من المي حاملة معها خير لأهل هالمنطقة، مثل ما كان عم بيصير من 600 سنة.
حاليا انا بمونار، منطقه بجنوب الهند بمقاطعه كيرالا. مثل ما كنتم شايفين وراي، مونار منطقه غنيه بالخضار وبجبالها كثير عاليه واشجارها كثير عاليه كمان. طبيعتها كثير حلوه ومناخها كثير حلو. الطقس هون شوي برود، بيختلف عن المناخ بكل مقاطعات الهند الباقيه اللي فيها شوب كثير. مشهوره بزراعه الشاي. تعتبر الهند ثاني اكبر منتج ومصدر للشاي بالعالم. بتتم زراعه الشاي على شكل خطوط منتظمه تسمح بتنقل العمال بيناتها من دون ما يسببوا أي ضرر بالوراق. بتقوم اليد العاملة بحصد الوراق مرة كل 15 يوم مقابل أجر ما بيتعدى 3 دولارات يومياً، ومن بعد جمع بسلال بتنقل الوراق للمصانع القريبة لمعالجتها. تستغرق مرحلة التدبيل 8 ل10 ساعات، بتم بعدها نشر الوراق بالهواء لتجفيفها وتقليل نسبة الرطوبة فيها. بينحط الشاي بآلات دوارة لتفكيك بنية خلايا الوراق وأطلاق الأنزيمات، الشيء اللي بيعطيه طعمته الطيبة. بمر الشاي بعدة مراحل لتقطيعه وتنعيمه قبل ما يوصل لمرحلة التحميص. بهالمرحلة بتتجهز الأفران بالحطب وبتتحمى على درجة حرارة مرتفعة. بتوصل الحرارة لـ100 درجة مئوية، بيوضع الشاي بقلبها وبيتنشف وبيتحمص. بهالمرحلة تفقد الوراق حجمها الأصلي وبتتحول للونها الأسود المعروف. نوصل للمرحلة الأخيرة يلي هي مرحلة الفرز. بيتم فصل الشاي فيها لفئات متعددة من خلال تمرير الوراق على شبكة هزازة. تنزين كل فئة وبتتعبى بشكل منفصل وبتتوزع على الأسواق من بعد ما تقوم مجموعة من الخبراء باختبار نوعية وطعمة الشاي. التغيرات بالإطاعات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية بولاية كيرالا خلال العقود الأولى من القرن العشرين خلقت الظروف الملائمة لنمو الحزب الشيوعي. بيسيطر الحزب الشيوعي على المشهد السياسي بالبلد، ومش غريب أنك تشوف كتير من الأضرابات، المظاهرات والمسيرات. أنا بمونار حالياً باتجاه تيكادي، مشوار بياخد تقريباً 5 ساعات تنوصل لهونيك. تيكادي بتوقع بالجهة الثانية من الجبل تبع مونار. عنا درايفر هون هاوي زمامير، بين الزمور والزمور بيعمل زمور وبيزمر بلحظات ما لازم يزمر فيها. يعني إذا شاف شخص جاي عن بعد شي 2 كيلومتر بيزمر له على حيالله كوع، إن كان الكوع قاسي ولا مش قاسي لازم يزمر. ورح أترككم هلأ تلاحظوا مدى براعته باستخدام الزمامير. يلا عمل لك زمور. ايه برافو. هلأ هون مثلا على هيدا الكوع في زمور.
ونحن مكملين رحلتنا باتجاه المحطة الثالثة تيكادي، كان لنا استراحة بأعلى نقطة تابعة لمقاطعة جراما بانشايات، وهي عبارة عن جبال بعد ما استثمرت الدولة بزراعة الشاي، فبتنوجد فيها كتير من المساحات الخالية من الخضر، بس جوها كتير بارد والمنظر العام مريح وبروق الأعصاب. India, Kerala state and Parindumbara, this same, this place Parindumbara, the 70-90 kilometer distance area, the hilltop, very nice, very excellent place, very nice place, Kerala, number one good place, this Idukki district. درنا نغش مجموعة من القرود ووهمناهم انه رح نطعميهم، وكانت النتيجة بعد حبات البزر الفاضية، ولما اكتشف البعض انه الاكل ما بيرضيهم صابتهم حالة حزن. هالشي ما منع البعض التاني انه ياكل ويسرق كيس البزر وركي بيلاقي شي حبة تفشل له خلقه. توجهنا من بعدها على حديقة البهارات يلي تعرفنا فيها على شجر البن، الهيل، البهار الأسود وغيرها، بس واجهتنا صعوبة بفهم الشخص يلي كان عم بيشرح لنا لاستخدامه مزيج من الهندي، الإنجليزي والعربي. فلفل، فلفل أسود، فلفل أسود، فلفل أسود، فلفل أبيض، شجرة سيمسيم هذا. هذا شوف هذا، هيدا حبة، هيدا نفس الفلفل، فلفل أسود حر، في حر زيادة. هر زيادة. هر. تيس أكل ماي. ماي ره. أوكي أوكي. أوكي. هذا واحد بود سانلايت. ثلاثة اليوم بعدين رجيا سودا. حتى هيدا بيحطوها بالشمس. ثلاثة اليوم. وبعد. three days. ثلاثة أيام. ثلاثة اليوم بعدين رجيا أسود هذا. بعدين تصير أسود. هذا شجرة هيل. شجرة هيل. أوكي. تال. هيل يجي تحت. أول يجي ورد، شوف. أيوة. now هذا هيل ماتشور then تاكل هذا السيد becomes بلاي أسود كلاره. هذا أخضر. أيوة. هذا بن. أيوة. هذا ريد بن is ripe now ماتشور. بعدين أنا شوف بعدين we will pluck it like that see and dry it put in sunlight and three four days after becomes dry then peel it شوف. This will become bun. I can show you. One fruit, thakal fi. Beans. One fruit, thakal fi, two beans. Three beans. Also. Varagalgar malu? Varagalgar and Darsin. Darsin means girfa. Girfa. Girfa maafi malu? Darsin, cinnamon. Cinnamon. Yeah, you know cinnamon? Cinnamon and bay leaf. Varagalgar, the shijra, same. So, hada varaga, the varagalgar and same. Bark, Simpson tree bark is cinnamon, girfa. Aggressive, I think Arabic word is girfa, girfa or darsin. What is this food? Peanut. Peanut with vegetables? Peanut. Masala, peanut masala. Masala? لك بيعمل هيدي الورقة. عملها صحن. عملها صحن وبيحط فيها الأكل. حاليا انا معكم من احدى الاسواق الشعبيه. العالم هون عايشه على الزراعه، بتلاقوا كثير جايبين شويه موز شويه جوز الهند حاطينهم عم بيبيعوهم. مثل ما شايفين حوالي كثير في فوضى، واكثريه السيارات هون موجوده بالاحرى منهم سيارات، هن توك توك يلي مرقت هلا، يلي هي سياره مثل بيسكليت بتمشي على ثلاث عجلات، وهي اللي بتسبب كثير هون فوضى بالسير. فن الكتاكالي بيعود ل 450 سنة، وهو موروث ناتج عن التاريخ الثقافي والفني بالهند. استمد مصادره من عدة أساطير
من النصوص المقدسة ومن تاريخ الملوك. تتميز هالرقصة بحركات تفصيلية، تعابير الوجوه، الإيقاعات، الموسيقى، الأقنعة المرسومة، بالإضافة للزي، المكياج والرائسين يلي ما بيحكوا أبداً. لغة التعبير بتعكس معاني الفرح، الشفقة، القيم، الغضب والخوف. قبل ساعات من رفع الستار بيقوم الفنانين بالتحضير وباختيار أزياءهم يلي بيستعينوا بتكوينها من الأعشاب والمواد الطبيعية بالإضافة لأكياس الرز. بيريار تايجر ريزيرف كانت آخر محطة لقلنا بتاكادي بصباح اليوم الثاني قبل ما نتابع باتجاه كوماراكوم. بيريار تايجر ريزيرف هي غابة موجودة بتاكادي مثل ما سبق وذكرت. بيريار هيدي الغابة بتتميز بأشجارها الكتير عالية. هلأ هون أنا وماشي ملاحظ أنه على كل شجرة محطوط بلاك بيحكي عن تاريخ الشجرة، أي عائلة من حدرة، وعن قديش المستوى اللي ممكن توصله، قديش العلو اللي ممكن توصله كل شجرة. شجرة الفيلا شيرو هي من الأشجار العملاقة هون بالغابة، ولفتني صراحة الشيء المكتوب على البلاك هون إنه هيدي الشجرة ممكن توصل لحدود 700 متر، يعني لحدود 1 كيلومتر، يعني بتخيل المسافة قديش هي كبيرة. صنفت هالغابة ومحمية النمور كواحدة من أفضل المحميات لتصوير الحياة البرية بالهند ومشاهدة أطعان الفيلة، الطيور ومراقبة النمور. بتشير الإحصائيات لوجود 8 أنواع من البرمائيات، 28 نوع من الزواحف، 49 نوع من الماملز الثدييات، 1000 للفراشات والنباتات المختلفة. الدولة عاملة نظام معين، ما في حياة لحدا يفوت بالسيارة هون، فلازم تمشي مسافات كتير 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 كبيرة بين الأشجار الطويلة والمناظر كتير حلوة قبل ما توصل لهون. بآخر الغابة في هيدي الليكة اللي شايفينها وراي، كمان بينظموا رحلات بالبوت بتمتد لمسافات كتير بعيدة لقدام. من بعد مشوار دام 6 ساعات وصلنا على كوماراكوم يلي كانت إقامتنا فيها قصيرة واقتصرت على الراحة بالإضافة لرحلة ببحيرة فامباناد. تشتهر هالمنطقة بمحمية الطيور اللي بتمتد على مساحة 57 كيلومتر. تعتمد على الزراعة والأنشطة الاقتصادية، بالأخص زراعة الأناناس، المانجو، الرز وشجر المطاط. السيادة هون هيدي المنطقة كتير مشهورة بصيد السمك. إذا بتروحوا هلأ على البحيرة اللي وراي بتشوفوا العدد الكبير من القوارب اللي مثل هيدا مصفوفين، والسيادة عم بيزتوا شباكهم بقلب البحيرة. كوماراكوم تختلف كتير عن باقي المناطق اللي زرتها بكيرالا لأنها موجودة على بحيرة. تتميز مقاطعة كيرالا بتنوع الديانات فيها، فمنلاقي فيها نسبات مختلفة، 56% من البوذيين
24% من المسلمين و 19% من المسيحيين، بالإضافة إلى نسب مختلفة بين اليهود والسيخ وغيرهم من الديانات. وعلى الرغم من أنه نسبة المسيحيين 19% اللي هي نسبة ضئيلة تعتبر مقارنة بالديانات الأخرى، منلاحظ تعدد الكنائس الموجودة بها المنطقة. فبين كيلومتر وكيلومتر بتلاقي في أكثر من 3 كنائس، وهيدي الكنائس كلها مبنية بطريقة كتير محترفة وبتعتمد على الزخرفات البيزنطية. هلا أنا قدام كنيسة سانك زافيه يلي موجودة بمنطقة أليبي بكيرالا. فينيس بالهند، اي المعروف عن منطقة أليبي إن فينيس الشرق لكثرة القنوات المائية، الشواطئ والبحيرات فيها. تعتبر من أكثر الوجهات السياحية الشعبية بكيرالا، ويلي بيميزها القوارب السكنية المجهزة للسواح ليناموا فيها ويختبروا الحياة التقليدية يلي بيعيشوها سكان هالمنطقة. جولة بالقارب على طول البحيرة كفيلة إنها تطبع هالرحلة بذاكرتك وتعيشك أوقات تختلط فيها مشاعر الفرح، الحس الإنساني، التواضع، السلام، مشاعر ما ممكن تفهمها إلا بس تشوف الحياة البسيطة يلي بيعيشوها العالم بهالمنطقة. يلي عم بيصيد بغصن شجرة، يلي عم بتغسل التياب، ويلي عم تجلي صحون بالمي، ويلي عم بيتحمم بالبحيرة، أنا والبابا على الهاوس بوت بأليبي عم ناكل أكل هندي. مع أني ما بحب الأكل الهندي بس طيب ما بشي، مضطرة أكله لأنه ما عندي غير خيار. الجو كتير حلو، في نسمة هيك نسمة هواء مسقعة، المناظر كتير حلوة حوالينا، البحيرة مليانة بالبوتس، يعني منا نحنا بس لحالنا، في كتير بوتس مصفوفين مقابلنا. هيدا عصير بطيخ و سلاد دو فروي كمان هن مجهزين اياهم، شكله طيب ما بعرف منشوف. على الرغم من ان التقينا بكتير من السواح الاجانب، لاحظنا وجود نسبة مهمة من السواح الهنود الجايين من مناطق بعيدة. كان لنا لقاء مع مجموعة من الطلاب الجايين من بنغلور. We are coming from Bangalore, then Palani, Tamil Nadu, then Madurai, after that Rameshwaram and Kanyakumaram, Kanyakumari. Now we are here in Alappuzha. Afternoon we came to houseboating. We liked it very much. We never had fun like this. And this lake is awesome. This is awesome place. We never felt like this happy and. Happy moment. Okay, Ella, show me how you jump. Yeah, you can jump. Jump. Show me, jump. Once again. Jump back, yeah. Yes. Jump second. Come on. Two. Don't do like that. Hey. Yeah. Yeah. मेरा नाम लिबिन है. हम लोग केरला से कोची से आ रहे हैं ना. पनंगाड़े से. पनंगाड़े छोटा गांव है.
उधर से इधर आ रहे هم لوغ 22 آدمية قرار تشغب شوي وأقعد هون المنظر روعة الجو كتير حلو طبيعة كتير حلوة الماي كتير موسخة وكتير خايفة إني أوقع تحت هلأ نحن بطريق الرجعة رجعين على المرفأ هونيك بصف البوت ومننام ليلة شفنا هالحياة الفقيرة العالم اللي عايشة على البركة هون اللي عنده سوبر ماركت صغير عم بيبيع فيه النينتين بيبسي ومبسوط فيهم لبل قطعة مدتهم جيت بدي اشتري كذا شغلة كانت مدتهم قطعة ومثل ما شايفين المنظر كتير روعة وبنصح كل العالم يلي بعد ما اجوا على هذا القسم من الهند انه يجي يزور ولاية كيرالا لانه فعلا بلد رائع صحيح بعد ما في دعاية كتير قوية لإله بعد ما انه معروف بسياحته بس تجربة كتير حلوة انكم تجوا تزوروه برامج فيه من اعلى جباله لبحيراته وبكرة اخر محطة حتكون على البحر بتخيل حتكون كمان تجربة حلوة مع انه من اكثر البلدان فقر بس في كتير مدارس وفي كتير جامعات وفي نسبة علم بس بالطبع الطبيعة الفقيرة مسيطرة على كل شيء بصباح اليوم الثاني وعينا على شروق الشمس كانت زقزقة العصافير أجمل منبه ومنظر هالأطفال يلي عم بيمارسوا رياضتهم الصباحية بس فينا نشاط خلينا نتحمل مسافة الطريق الطويلة قبل ما نوصل على آخر محطة برحلتنا كيرالا هالبلد يلي بيتصف بشغلات كتير مميزة البساطة الفقر الغنى الجمال كل هالصفات هيدي هي مجموعة بهالمنطقة هيدي والشعب اللي عايش فيها جميع أنواع الأشجار وين ما مشيتي بتلاقي الخضار ما في محل نقول قاحل يعني ما في شيء ما في خضار كله خضار رحلتي شرفت على نهايتها من بعد ما قضيت ليلي بالقارب بمنطقة ألبي مشيت تقريبا 5 ساعات بالسيارة وصلنا على منطقة اسمها كوفالام هيدي المنطقة بتقع على البحر ومشهورة بشجر جوز الهند بتلاقي غابات من أشجار جوز الهند وهلأ مبين وراي هون شجر كوفالام منطقة مشهورة بالشواطئ اللي موجودة فيها فبتلاقوا كتير فيها حركة سواح كما بتلاقوا شواطئ تانية فيها كتير حركة صيد حاليا أنا جيت على تريب على البوت باك ووتر تريب مرقت بقنوات مائية محاطة بشجر جوز الهند ومناظر كتير 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 حلوة واللي لفتني هونيك انه في انواع طيور كتير كتير غريبه ما شفتها من قبل يعني في طيور لونها ازرق احمر اصفر شفت كتير نسور وصقور وشفت كمان بجعه وكتير من البط من بعد ما مرقنا بهيدي القناه وصلنا على هيدا الريفر هيدا النهر يلي اسمه نيار ريفر واللي بيميز هيدا النهر انه بمقابله في بحر هيدي المنطقة تعتبر نقطة التقاء النهر والبحر والبحيرة يلي موجودة على بعد مسافة كتير كتير صغيرة من هون الشط كتير حلو الرمل مسقع
وهلا هون بتشوفوا وراي البحر شوي، اليوم في موج. وهون تاني جهة في Elephant Rock، هي عبارة عن صخرة على شكل الفيل. وبالجهة المقابلة في سانت ماري ستاتيو يلي هي تمثال لمريم العذراء. Kerala means coconut tree. There are so many coconut trees are there. That's why its name became Kerala. Then you just enjoy your nature and natural, and enjoy your wind, enjoy your sea, all thing. Kerala is most beautiful in all over the world. I think it's not too much hot, too much cold. There is not too much. Its temperature also very good. Atmosphere also very good. We are seeing some floating cottages are there. That is Puar Island Resort. That is the specialty in Puar. That cottages also all are floats. It's like move. If we are sleeping there, it's just like become waves. بيقع معبد بادماناباسوامي بوسط تريفاندروم عاصمة كيرالا، يعتبر من أغنى وأهم المعابد. ممنوع دخوله لغير معتنئي الديانة الهندوسية، لهالسبب ما حلفنا الحظ أنه نتعرف على الطقوس يلي بيمارسها الهندوس خلال صلاتهم. بجانب المعبد بينوجد قصر بوتين مليكا المصنوع من الخشب الرخام والجرانيت. This palace, by the 1845, Travancore Maharaja lived this palace. This palace still belongs to royal family. This palace, the temple or property belongs to royal family. Here five palaces, not this one. Four more palaces there, all empty, nobody here. Still royal family living in the city, another palace. بيحتوي على 80 غرفة تم تحويل 20 منها لمتحف بضم المقتنيات والهدايا يلي كانوا يتلقوها الملوك بهالقصر، المعروف عنه بقصر الأحصنة أو Horse Palace. 122 horses, wooden horses in the front portion of the palace. حاليا أنا موجودة على شط كتير شعبي هون بمنطقة كوفالام. مثل ما مبين أنه العائلة كلها نازلة تسبح مثل ما هن بتيابون، مبسوطين كتير بالموج، بينطروا الموجة وبينطوا فوقها. الطقس كتير حار اليوم وشوب وحرارة كتير مرتفعة، وهيدا آخر نهار لإلي وهيدي الموجة إجت وهيدا آخر نهار لإلي بولاية كيرالا. كانت رحلة فعلا كتير حلوة، تعلمت منها كتير وشفت كتير أمور، شفت كتير أمور حلوة، شفت هالحياة البسيطة يلي بيعيشوها العالم هون. عالم عايشة على البركة، بعدهم بغسلوا تيابهم بقلب النهر، بفيقوا من قبل الضوء كرمال ينبشوا على شوية أكل ما بعرف كيف بدهم يأمنوها، بينبسطوا إذا بتعطيهم روبيز واحد يلي ما بيسوى شي عنا، بتخلي ضحكتهم تصير هيك. تعلمت كتير أمور وهيدي البلد خلتني اكتشف النعمة اللي أنا عن جد عايشة فيها.